دعم اخواتنا الفلسطينيين في غزه ومن دعم الرئيس السيسي طبعا مش مخليهم محتاجين حاجه في اي حاجه طبعا، والشكر ليه وطبعا مشكورا، ومن دعم اخواتنا قلبا وقالبا. جمهوريه مصر العربيه والقاده العرب واحنا المصريين اولا واخيرا مع اخواتنا الفلسطينيين وبندعمهم، والقيادات السياسيه بتدعمهم واقفين معاهم ان شاء الله، وطبعا جميع المعونات والاغذيه من معبر رفح بنروح لهم وكل حاجه مفتوحه، وان شاء الله مصر اولا وهي الاولى على الأمة العربية هي اللي بتدعم إخواننا الفلسطينيين من بداية الحرب من 7 أكتوبر. هو بيدعم القضية وفتح المعبر، وإخواتنا الفلسطينيين هنا مليون مصر، وإحنا دايما مع الشعب الفلسطيني والشعب المصري الاتنين واحد. إحنا أكتر شعب من ضمن الشعوب العربية تبنى القضية، إحنا أول ناس نزلت في الشارع وقالت إن إحنا مش عاجبنا اللي بيحصل، إحنا أول ناس كانت موجودة مش من النهاردة، من 50 سنة فاتت وبتدعم القضية، وإحنا أكتر ناس موجودة على الأرض بنقول للفلسطينيين احنا معاكم. القضية الفلسطينية ليست قضية غريبة عن مصر ولا قضية غير متعلقة بمصر، القضية الفلسطينية امتداد اول واكبر امتداد للامن القومي المصري، وانا شايف القضية السياسية بتتحرك من هذا المنطلق، مش ان احنا بندعم قضية خارجية، احنا بندعم امن مصر، وامن مصر هو اصلا امن الوطن العربي كله. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبذل قصارى جهده واتصالاته الخارجية سواء مع الجانب الامريكي او الجهات الاخرى التي لها صلة أو تقدر تأثر على الجانب الإسرائيلي في وقف هذا العدوان. بندعم القيادة السياسية وندعم إخوتنا الفلسطينيين، وإحنا معنا وإحنا طول عمر الشعب المصري معهم قلبا وقالبا، والقيادة السياسية واقفة معهم بالدعم للعلاج والأكل والشرب. بندعم الشعب الفلسطيني بكل ما عندنا من جهود، وبنشكر سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية على دعمهم للشعب الفلسطيني. مصر من البداية يعني أعلنت عن تنظيم مؤتمر دولي للسلام، ودعت لإقامة دولة فلسطين على وتنفيذ القرارات الشرعية المتعلقة بهذه القضية. الأمر الثاني أن مصر كانت يعني الطرف الأكبر في تقديم المساعدات الإنسانية سواء عبر معبر رفح أو عبر الجهود اللي قامت بها القوات الجوية المصرية على سواحل غزة. شايف أن مصر ما لا تألو جهدا في مناصرة القضية الفلسطينية من أجل تحرير أرض فلسطين والوقوف معهم جنبا إلى جانب، وأظن الكلام ده مش وليد النهاردة، الكلام ده منذ قامت الحروب منذ عام 48. احنا كلنا بندعم القضية الفلسطينية من حرب 48 لغاية دلوقتي ولغاية آخر يوم في عمرنا. احنا أكتر بلد في منطقة الشرق الأوسط هي دعم القضية الفلسطينية، وأتمنى يكون في حل جذري في الموضوع ده الأيام الجاية. مصر وفلسطين طبعا واحد ودايما واحد، وكده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قايم بدوره على أعلى مستوى، كتر خير الجيش المصري، واحنا طبعا واقفين جنب اخواتنا في فلسطين. كشعب فلسطيني وشعب مصر ما هماش الا واحد، واحنا في الكلام ده من 48 في اللي بيحصل فيهم، المفروض ان احنا كلنا نقف جنب بعض. احنا ما وقفناش النهارده جنب بعض، هنقف جنب مين؟